بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تبارك اسمك، لا إله قبلك ولا بعدك، لك الحمد ربي لا أوفيك حمدا، ولك الشكر والثناء دائما وأبدا، اعترافا بفضلك وثناء عليك. ونصلي ونسلم على خير مبعوث من عندك سيدنا ونبينا محمد قدوة المؤمنين المخلصين، وعلى آله وصحبه الحامدين الشاكرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي المحترم رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك راعي الحفل. سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي المحترم وكيل وزارة التعليم العالي. المكرمون أعضاء مجلس الدولة المحترمون، أصحاب السعادة المحترمون، الأفاضل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة المحترمون، الأفاضل مديري عموم المؤسسات العامة والخاصة بالمحافظة المحترمون، الأفاضل أولياء أمور الخريجين والخريجات المحترمون، مشاهدينا عبر قناة عمان مباشر. أيها الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية من عند الله طيبة مباركة. أما بعد، أهلاً وسهلاً بكل ضيوف حفلنا، أهلاً وسهلاً بكم ضيوفاً أعزاء. نحتفل الليلة معكم وبكم بتخريج الدفعة السابعة من أبنائنا من خريجي كلية العلوم التطبيقية بصرارة، في ليلة تختصر مشوار عمر من العمل الدؤوب الجاد، وتنهي فصلاً جميلاً من الجد والاجتهاد. حفلنا الكريم خير ما يفتتح به أمر هو كلام الله عز وجل. نفتتح حفلنا بآيات عطرات من ذكر الله الحكيم، يتلوها الطالب الخريج حمد بن عبد الله المزروعي، تخصص إدارة الأعمال الدولية. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. حفلنا البهيج تستقبل وزارة التعليم العالي بالسلطنة في كل عام دفعة جديدة من المنتسبين إلى مؤسساتها، فتجند كل طاقاتها الإدارية والتنظيمية والمالية لتوفر لهم الأجواء الملائمة، لتقف اليوم وزارتنا الموقرة ممثلة بكلية العلوم التطبيقية بصلالة بفخر واعتزاز في يوم تخريج دفعة جديدة تضخ بها إلى سوق العمل دماء فريدة. يسرنا جميعا أن نستمع إلى كلمة وزارة التعليم العالي يلقيها الفاضل الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بالخير عميد الكلية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده كثيراً على جميل فضله وكثير نعمائه، ونصلي ونسلم على نبيه الهادي الأمين وأصحابه الغر الميامين سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي المحترم رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك راعي الحفل، سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارم المحترم وكيل وزارة التعليم العالي، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أصحاب السعادة الولاة، الأفاضل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة، الأفاضل مديري عموم المؤسسات العامة والخاصة، زملائي عمداء كليات العلوم التطبيقية، الأساتذة الأجلاء، أولياء الأمور، أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسعدني نيابة عن وزارة التعليم العالي أن أهنئ أبنائي وبنات الخريجين والخريجات على هذا الإنجاز الأكاديمي الذي حققوه في هذه المرحلة المهمة من مراحل حياتهم العلمية، سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك بدايةً لسنواتٍ قادمةٍ من البذل والعطاء خدمةً لهذا الوطن الغالي عمان. أيها الحفل الكريم، إن سلطنة عمان اليوم وهي تحصد الثمرة 46 من ثمار نهضتها البناءة تشهد ولله الحمد تطوراتٍ كثيرة وإنجازاتٍ واضحةً ومهمةً في مجال التعليم العالي، تصدر في ذلك عن قناعةٍ كاملة بأن التعليم الناجح هو استثمارٌ حقيقيٌ ومهم في مستقبل المجتمع وأحد العوامل الأساسية في تطور الوطن. أيها الحضور الكرام، إن وزارة التعليم العالي تضطلع بمسؤوليةٍ كبيرةٍ وريادية تتمثل بوضع استراتيجية شاملةٍ من شأنها تحقيق الرصانة العلمية للعملية التعليمية في عموم البلاد، لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة من ضمانٍ لجودة التعليم العالي ورصانته في ظروفٍ تستلزم منا
تضافر واستنفار كل الجهود واستدعاء الطاقات الكامنة لبلوغ ما نصبو إليه من أهداف وتطلعات. أيها الجمع المبارك، إن الطالب هو محور العملية التعليمية وثمرتها وغاية وجودها، وإعداده لمواجهة الحياة وتحدياتها في الحاضر والمستقبل هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كليات العلوم التطبيقية. وانطلاقاً من ذلك، تعمل كلية العلوم التطبيقية بصلالة على إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية والخبرات العملية والسلوكيات الإيجابية، ولديه القدرة على توظيفها في بناء ذاته وتنمية مجتمعه، وذلك بتقديم تعليم عالي الجودة وفقاً لمعايير عالمية وتطوير مستوى الخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب، وتحسين وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع حاجة سوق العمل، كذلك بتبني فلسفة التعلم الذاتي في حل المشكلات والتعلم مدى الحياة. كما تسعى الكلية وفق خطتها الاستراتيجية إلى التركيز على البحث العلمي ونشر ثقافة الابتكار والإبداع وتشجيع الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة للمساهمة في صناعة المعرفة، مما يضمن تخريج كوادر مدربة قادرة على الابتكار وتحقيق الريادة في مجالات تخصصاتهم وقيادة مجتمعاتهم. وفي هذا الإطار، فإننا نعلن عن فعاليات المؤتمر الدولي التنويع والتنمية الاقتصادية الذي تعتزم وزارة التعليم العالي ممثلة بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على إقامته في الفترة من 25 إلى 26 من إبريل القادم بإذن الله، وذلك في كلية العلوم التطبيقية بصلالة. أيها الحفل الكريم، انطلاقاً من إيمان كلية العلوم التطبيقية بصلالة بدورها المجتمعي نحو السعي في توفير ما يخدم المجتمع المحيط بها وتسخير كافة الإمكانات من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المجتمعية، والذي لم يعد أمراً اختيارياً يمكن أن تقوم به الكلية أو تتركه، بل أصبح هدفاً استراتيجياً وضرورةً حتميةً فرضت العديد من المتغيرات في مجالات الحياة المختلفة عليه. فقد قامت الكلية بتنفيذ العديد من الدورات المجانية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، ولا يزال ذلك البرنامج قائماً بما يخدم المجتمع المحلي. كما قامت الكلية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع جهات عامة وخاصة لتعزيز مفهوم الشراكة بين مؤسسات المجتمع المختلفة. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، نحن في كلية العلوم التطبيقية بصلالة فخورون بكم، مثلما أنتم وأولياء أموركم فخورون بإنجازكم. نحن فخورون بكم لأن الوطن سيقطف ثمار استثماره فيكم. نحن فخورون بكم لأنكم ستتخذون مواقعكم وأنتم تحملون شهادة كلية العلوم التطبيقية بصلالة. هذه الكلية التي تفتخر أنها خرجت أجيالاً متعاقبة ممن ساهموا ويساهمون في بناء الوطن ورفعته. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، إن مما ينبغي ألا يغيب عن أذهانكم ولا يعزب عن أفكاركم أن العلم بحر لا ينضب، والمعرفة لا ساحل لها،
لا سيما في هذا العصر الذي تنافست فيه العقول البشرية بالاكتشافات المعرفية، وبلغ فيه الإنسان مبلغاً عظيماً وشأواً بعيداً في كافة فنون العلم وفي مختلف حقول المعارف. لذا غدا الحصول على الشهادة الجامعية الأولى مؤشراً على أن هذا الفرد قد غدا قادراً على مواصلة الدراسة الذاتية، ومؤذناً بأنه أصبح متمكناً من الوصول إلى المعلومة المفيدة وحده، لا سيما مع ما حظيتم به من الإعداد الجيد، ومع ما وصلتم إليه من مستوى رفيع، وذلك بفضل الله أولاً، ثم بفضل ما تتيحه الكلية من أسباب التميز، وما توفره من عوامل الحصول على المعرفة بأيسر السبل وأقرب الطرق وأرقى الأساليب، سواء كان ذلك عن طريق انتقاء الكادر الأكاديمي وحسن اختياره ممن راضوا صعاب العلوم وسبروها وخاضوا بحار المعارف وخبروها، أم كان ذلك عن طريق توفير الوسائل التعليمية المتنوعة. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، إننا في هذه الكلية جزء من منظومة أخلاقية متكاملة أسس لها والدنا ورمزنا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك منذ بزوغ شمس النهضة المباركة. أيها الأبناء، عليكم التمسك بقيمكم الإسلامية وبأخلاقكم وشهامتكم العربية، حافظوا على أمن واستقرار هذا الوطن المعطاء، كونوا حماةً للوطن، وهذا كفيلٌ بأن تكونوا مبدعين ومنتجين. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعب المحترم رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على تفضله برعاية هذا الحفل، كما أتوجه بشكري إلى سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارم المحترم وكيل وزارة التعليم العالي على حرصه الدائم لمشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحة يومهم هذا. ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر إلى جميع منتسبي كلية العلوم التطبيقية بصلالة من أساتذة وأكاديميين مساندين وإداريين. كذلك أتقدم بالشكر لجميع من شاركنا احتفالنا وأسهم في إنجاحه. أخيراً، أستميحكم عذراً أن أعبر عن تقديري وشكري لجميع أساتذة عمداء كلية العلوم التطبيقية السابقين الذين تحملوا عبء بناء وتنمية الكلية، وكان لهم بالغ الأثر فيما وصلت إليه هذه المؤسسة الأكاديمية من تقدم وازدهار عبر مسيرتها، والتي نتطلع إلى استمرارها وتحقيق المزيد، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير أمتنا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم مع موعدنا السنوي في نوفمبر النهضة من كل عام، ومن على هذا المنبر أرى وجوها نيرة كنور البدر في تمامه، تصطف كلؤلؤ في عقد يشهد اكتماله. هؤلاء هم أبناؤنا من خريجي وخريجات كلية العلوم التطبيقية بصلالة في دفعتهم السابعة، وهم يتلمسون أولى خطاهم على طريق المستقبل الذي لطالما انتظروه. في يومهم حق لهم أن يقولوا كلمتهم، فلنستمع الآن إلى كلمة الخريجين تلقيها الطالبة الخريجة أسماء بنت سهيل جعبوب تخصص تقنية المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا نسلك طريقاً نلتمس به علماً. الحمد لله الذي رزقنا به فخراً وعزاً وشأناً. والصلاة والسلام على معلمنا وشفيعنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي المحترم رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك راعي الحفل، أصحاب السعادة والأفاضل المحترمين، الأفاضل أولياء الأمور المحترمين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي الليلة أن أقف بينكم بكل شموخ وعز، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات، لأرحب بكل الحاضرين اليوم. جئتم أهلاً ووطئتم سهلاً. في مثل هذا الوقت من كل عام تزهر الأمنيات، والليلة تزهر كلية العلوم التطبيقية بصلالة زهراً من نوع آخر، وهي تتزامن في تخريج دفعتها السابعة مع المناسبة الخالدة في قلوبنا جميعاً، مع احتفالنا واحتفالنا بأعياد الوطن، هذا الوطن الذي شيده بحكمة سديدة وقيادة رشيدة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه. أيها الحفل الكريم، قبل سنوات قليلة كنا نرى تخرجنا مستقبلاً بعيداً، وها هو اليوم قد جاء يحمل معه سنين طويناها بين المقاعد الدراسية ومواهب الأنشطة عديدة جعلتنا نتلألأ في سماء الإبداع، وها هي ساعة التخرج قد أزفت، وها هي القلوب من سعادتها رفرفت، وها نحن نقف الليلة كلنا على قلب واحد ننتظر الغد بعين المتشوق لبناء مستقبله، وننظر بالأخرى جهداً قد مضى لجني ثماره. وعلى هذه المدرجات التي شهدت تخريج أفواج مضت من مخرجات كليتنا الغالية، ها نحن نقف الموقف ذاته، وها هي الأيام دارت لنبدأ رحلة جديدة بالتفاؤل مليئة وبالثقة بالله تستمر مديدة. أيها الآباء والأمهات، إن تشريفكم لحفل التخرج هذا قد أضاف إلى فرحتنا بالتخرج فرحة أخرى لا تقل عنها، إذ لا طعم لتخرج الأبناء إلا بفرح الآباء والأمهات. ولعلنا لا نملك اليوم إلا أن نقدم وشاح التخرج وشهاداتنا إلى كل أم قدمت لنا الحياة ممزوجة بروحها، وإلى كل أب أفنى العمر بحثاً عما يليق بنا. إليكما نهدي هذه اللحظات مغلفة بشتى الذكريات، ونقول لكم شكراً، شكراً، وإن كان الشكر لا يفي. فليبارككما المنان وتحفكما عناية الرحمن، وهنيئاً لنا أنتم وهنيئاً لكم تخرجنا، وبورك حصاد الوطن وحصادكم. حفلنا الكريم، في مثل هذا الموقف تمر بالذاكرة صور سريعة لأناس وفقهم الله لأن يكونوا بصمات ثابتة في حياة من سواهم، أولئك الذين تقصر كلمات الشكر أن تصل لهامات عطائهم، فيبقى الامتنان صورة تتمثل في دعوات صادقة وتقدير تزيده الأيام عمقا. شكراً بالغاً عذباء لكلية العلوم التطبيقية بصلالة التي كانت تربةً خصبةً للبناء فكراً ومهارةً. الدكتور عميد الكلية، أساتذة الأجلاء، الكادر الإداري والأكاديمي المساند بالكلية، أيتها الأيادي البيضاء التي أمدتنا بالعون في وقتٍ خذلتنا فيه قوانا وأنهكتنا فيه دروبنا، فكنتم المدد دائماً دون كللٍ أو ملل. بارك الله جهودكم وجعل كليتنا الغالية زاخرةً بعطائكم. أيها الخريجون، أيها الخريجون والخريجات،
يا زملاء سنوات الدراسة وأصدقاء العمر، مررنا معا بطريق طويل مشيناه خطى متعثرة، نحمل بين أضلعنا همة تدفعنا نحو الآتي، نحو الثبات، نحو مستقبل لم نألف ولكننا نملك مساره. فتعلمنا أن الخطى الثابتة توصلنا حتما إلى أعلى مراتب النجاح، وأن الخلق الحسن يوصلنا بلا شك إلى الفلاح، نعلم ذلك، لكننا ندرك يقينا أن الناجحين لا يعترفون بالنهاية، فكل نهاية هي بداية مرحلة تالية. سعداء جدا ببلوغنا هذه المحطة، فالحمد والشكر والمنة لمن له الفضل أولا وآخرا، فالحمد لله. سيدنا وأبينا وقائد نهضتنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، نعاهدك أن نكون أبناءك وساعدك وسلاحك، وأن نعمل بكل ما يمكن أن يسهم في رفعة وطننا، وأن ندافع عن مبادئ ديننا ومنجزات نهضتنا وإرث حضارتنا وإرث أجدادنا، وأن يكون السلام شعارنا. حفلنا الكريم، شكراً لجمال حضوركم وحسن استماعكم، أجدد التهنئة لكل الخريجين، داعية الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، للمجيدين في كل مكان حضور مميز، فقد استطاعوا أن يثبتوا جدارة وتفوقا في تخصصاتهم، ووجودهم بين خريجين في هذه الليلة يستحق التكريم والتقدير. تتشرف كلية العلوم التطبيقية بصلالة بدعوة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك راعي الحفل، بمعية الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بالخير عميد الكلية، لتكريم الخريجين الأوائل على التخصصات وتسليم الشهادات للخريجين، فليتفضلا مشكوراً. أولاً الذكور إبراهيم بن محمد بن نبهان المعولي برنامج إدارة الأعمال الدولية تخصص إدارة السياحة. محمد بن حفيظ بن محمد العقيلي برنامج دراسات الاتصال تخصص الاتصال الدولي. ثانياً الإناث أسماء بن سعيد بن سهل المعشني برنامج إدارة الأعمال الدولية تخصص المحاسبة. فاطمة بنت مسلم بن سهل المعشني برنامج دراسات الاتصال تخصص الإعلام الرقمي. هديل بنت علي بن عوض بيت شقنعة برنامج إدارة الأعمال الدولية تخصص إدارة الأعمال الدولية. قمر بنت محمد بن مسعود تبوك برنامج دراسات الاتصال تخصص الإعلان. مروة بنت يونس بن عبد الله الشيخ باوزير برنامج تقنية المعلومات تخصص شبكات الحاسوب. عزة بنت عوض بن جمعان بيت سويلم برنامج تقنية المعلومات تخصص تطوير البرمجيات. والآن مع تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم التطبيقية بصلالة، الذكور برنامج إدارة الأعمال الدولية تخصص إدارة الأعمال بدر بن علي بن سيف الصقري. جابر بن خميس حمد المعمري. سعيد بن مسلم بن سعيد كشوب. محمد بن مبارك بن زاهر الشكيلي. وليد بن زايد بن محمد البلوشي.
تخصص المحاسبة صلاح بن خميس بن ناصر الرباعي. طه بن يوسف بن درويش البلوشي. عباس بن خميس بن محمد العجمي. عبد الله بن محمد بن عبد الله عامر قيد المهري. يوسف بن عبد الله بن حميد الحسني. تخصص إدارة السياحة أحمد بن عمر بن مبارك عون الشحري. إبراهيم بن محمد بن أبهان المعولي. حمد بن عبد الله بن محمد المزروعي. سعيد بن أحمد بن هلال حمد الرواحي. محمد بن أحمد بن سعيد قيح قطن. ثانياً برنامج دراسات الاتصال تخصص العلاقات العامة أحمد بن عبد الله بن حميد مطر الضوياني. أحمد بن ناصر بن بخيت قيطوم. حمدان بن علي بن خلفان القطيطي. رائد بن ناجي بن جمعان جوهر. سامي بن علي بن عبد الله السهي. سعيد بن زاهر بن عبد البوسعيدي. سعيد بن عامر بن سعيد عزم العمري. علي بن سعيد بن سالم المشيخي. ناصر بن علي بن مبارك الحسني. تخصص الإعلان محمد بن حمد بن سليمان آل الشيخ. تخصص الإعلام الرقمي أحمد بن سالم بن محمد المشيخي. بدر بن علي بن سعيد التركي الكثيري. سرحان بن سالم بن سيف الرئيسي. عمار بن سعد بن مطر البوسعيدي. عمر بن أحمد بن يحيى البهانتة. تخصص الاتصال الدولي محمد بن حفيظ بن محمد العقيلي. ثالثا برنامج تقنية المعلومات تخصص شبكات الحاسوب عبد العزيز بن عبد الله بن محمد البوسعيدي.
الإناث، برنامج إدارة الأعمال الدولية، تخصص إدارة الأعمال، سلمى بنت أحمد بن بخيت المعشني، سلمى بنت مسعود بن سعيد المعشني، شيماء بنت محمد بن أكرم البلوشي، عزة بنت علي بن سعيد غواص، مريم بنت عوض بن جمعان سعيدان، ميزون بنت محمد بن بخيت الشحرية، نور بن سعيد بن محمد الهلالية، هديل بنت علي بن عوض بيت شقنعة، تخصص المحاسبة أسماء بن سعيد بن سهيل المعشني، ليلى بنت محمد بن علي الغريبي، برنامج دراسات الاتصال، تخصص العلاقات العامة، أفنان بن طالب بن علي الرواس، أميرة بن سعيد سالم مسعود المشيخي، مروة بن سالم بن علي الشكيلية، منية بنت عمر بن سالم فاضل، ميزون بنت عامر بن أحمد المعشنية، نعيمة بنت سعيد بن علي تبوك، نور بنت بخيت بن حسن المعشني، هدى بنت سالم بن محاد صمديد الكفيري، هديل بنت علوي بنت محمد باع علوي، تخصص الإعلام الرقمي، أحلام بن سعيد بن سهيل غواص، أمل بنت مسلم بن بخيت المعشنية، فاطمة بنت مسلم بن سهيل المعشني، تخصص الإعلان، أسماء بنت علوي بن عبد الله با عمر، إيمان بنت عوض بن سالمين بيت الغزال، بلقيس بن سالم بن جمعان ثبريت الحريزي، جميلة بنت عامر بن سالم العمري، زينب بنت أحمد بن محمد العامرية، طفول بنت عبد السلام بن سهيل عش الكثيري، عبير بنت أحمد بن علي المشيخي، قمر بنت محمد بن مسعود تبوك، تخصص شبكات الحاسوب، حفيلة بنت عويضان بن عويضان قمصيت، زينب بنت علي بن مبارك الحبسية، شريفة بنت محمد بن سعيد سلمان النهدي، عبير بنت محمد بن خادم بنت عبيدون،
فاطمة بنت محمد بن مسلم، بروك عام رقيق. ليلى بنت سليم بن سالم، عنفين قمصيت. ماجدة بن سعيد بن أحمد، بيت سعيد. مروة بنت يونس بن عبد الله الشيخ، باوزير. تخصص تطوير البرمجيات، أميرة بنت محمد بن سعيد البرعمية. صفية بنت مسلم بن سعيد حردان. عزة بنت عوض بن قمعان، بيت سويلم. فاطمة بنت سالم بن محمد تبوك. كوثر بنت سالم بن عبد الله محروس الصاعري. ثالثا برنامج الدبلوم. اولا الذكور، تخصص إدارة الأعمال، يحيى بن سعيد بن حمدان الجابري. تخصص دراسات الاتصال، نوفل بن أحمد بن سعيد الكثيري. تخصص تقنية المعلومات، عبد الله بن مديان بن عبد الله اليافعي. الإناث، تخصص إدارة الأعمال، طفول بنت مسلم بن سعيد شليل الكثيري. منى بنت سعيد بن سهيل بلحاف. تخصص تقنية المعلومات، أسماء بنت سهيل بن سالم جعبوب. نور بنت سالم بن عقيل باعمر. تخصص دراسات الاتصال، حليمة بنت أحمد بن سعيد قهور المهري. حليمة بنت محمد بن علي رجحيت. خلود بنت سعيد بن عوض شعبان. فائزة بنت عامر بن سالم المشيخي. سلمى بنت أحمد بن بخيت الحضري. شكراً سعادة الدكتور راعي الحفل. أيها الحفل الكريم، تتشرف وزارة التعليم العالي ممثلة في كلية العلوم التطبيقية بصلالة أن تقدم لسعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي المحترم رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك راعي الحفل هدية تذكارية بهذه المناسبة، يقدمها له سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي المحترم وكيل وزارة التعليم العالي، شاكرين له تشريفنا لرعاية حفلنا. وطني عمان، حق لنا أن نفخر بك أرضاً للأجداد ومنبتاً للأبناء، وحق لك يا عمان أن تعيش الليلة فرحاً وعرساً وبهاء،
هنيئاً لكل الخريجين والخريجات والآباء والأمهات، هنيئاً لكل من وقف اليوم لتكريم هذه الكوكبة من خريجي كلية العلوم التطبيقية بصلالة. وأسأل الله الكريم أن يجعل أيامكم حافلةً بالنجاح، وأذكركم بأن وطننا الغالي ينتظر منا العطاء والبذل والبناء، ينتظر منا أن نرد له شيئاً مما وهبنا إياه، وأن نشمر عن صاعد العمل والجد والاجتهاد لخدمته. ومرة أخرى نجدد العهد والولاء لأبينا وقائدنا وباني عمان الحضارة والمستقبل، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يحفظه الله ويرعاه ويمده بوافر الصحة والعمر المديد، ونعده بأن نكون على قدر الثقة التي أولانا إياها، وأن نكون أبناءه الأوفياء دائماً. تقبلوا كل التحايا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.